علي الطلاق بوظ الجوازة، دي كانت الجملة الأشهر في الفرح المثير للجدل للفنانة بوسي اللي كان من 100 يوم بس وحضروا نجوم ومشاهير كتير. بوسي اللي ظهر عليها إنها فرحانة في حفل زفافها ما لحقتش تكمل فرحتها علشان بعد 100 يوم بالظبط تنتشر أخبار عن انفصالها عن جوزها. يا ترى إيه حقيقة الانفصال وإيه سر الخلاف ما بينهم وإيه التصرف اللي عملته بوسي قلب الدنيا؟ أنا مريا مجدي وهنعرف تفاصيل كتيرة في الفيديو ده. خلال الساعات اللي فاتت انتشر خبر انفصال المطربة الشعبية بوسي عن جوزها مصفف الشعر للرجال هشام ربيع بعد قصة صداقة انتهت بقصة حب وفرح كبير الناس كلها اتفرجت عليه وحضروا نجوم الفن والمشاهير. خبر انفصال المطربة بوسي وجوزها أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا بالذات ان جوازها مر عليه 100 يوم بس وسط حالة من الجدل حوالين هي بجد اتطلقت ولا لأ. بداية الموضوع كان لما نشر احد الحسابات صورة للكوافير هشام ربيع مع مراته الاولانية ومتعلق عليها بكلمة مبروك الرجوع علشان تسير حالة من الجدل حوالين ان هو رجع لمراته الاولى اللي انفصل عنها لزواجه من بوسي وبالتالي يكون كده انفصل عن بوسي علشان يرجع لها. الخبر انتشر بسرعة بعدها عن انفصال بوسي وجوزها وعلى الرغم من ان مفيش تصريح رسمي بالانفصال الا ان الظواهر بدأت تأكد موضوع الانفصال خاصة بعد التصرف الغريب اللي عملته بوسي لما لغت متابعة جوزها على الانستجرام. كمان جوزها عمل نفس الموضوع بإلغاء متابعته لبوسي على حساباته على السوشيال ميديا كلها في الوقت اللي قامت فيه مراته الأولى منة محمد بمتابعته من جديد. الكلام عن انفصال بوسي موقفش عن كده لكن بعض المواقع الصحفية كشفت عن سر الخلاف بينها وبين جوزها الفترة الأخيرة وهو الغيرة لأن هشام ربيع كان بيشتغل مع مراته الأولانية وكان في ما بينهم لقاءات كتير وده اللي خلى بوسي ما تقبلش خالص بالموضوع وعمل خلافات كبيرة ما بينهم الفترة اللي فاتت وبوسي شكلها كده قررت تبوظ الجوازة بجد علشان يكون الموضوع نهايته الانفصال ما بينهم. وعلى الرغم من ان بوسي ما نفتش الخبر الا ان المقربين منها قالوا انها راحت تقيم في بيتها اللي كان قبل الجواز وسط حالة من الجدل خاصة بعد ما راحت مسحت كل الصور ليها مع جوزها من حساباتها على السوشيال ميديا وما بقاش غير صورة واحدة بس شالت منها التاج اللي كانت لابساه وبيدل على الجواز. بوسي اللي اتهاجمت كتير في فرحها بسبب انها مرضيتش تخلي ابوها يحضر الفرح علشان المشاكل الكتير ما بينهم رغم انه كان فرح كبير وحضروا نجوم ومشاهير كتير جدا علشان يرحل ابوها بعدها وده يزود الهجوم عليها. ودلوقتي يحصل جدل جديد حوالين انفصالها عن جوزها بعد 100 يوم بس من حفل الزفاف. انتوا كمان شاركونا برأيكم، تفتكروا بوسي كان عندها رؤية وكانت شايفة لبعيد موضوع الغيرة ان هو هيرجع لمراته الاولانية تاني ولا ايه رأيكم في الموضوع؟